والشام واقية، العراق والشام واقية. رفرفت آنذاك رايات سود فوق المدينة القديمة، وتدفق عناصر تنظيم داعش عبر الصحراء من سوريا. حينها أعلن التنظيم ما قال إنها دولة الخلافة، دولة تملك أرضاً وجيشاً وعملة، والآن خسر داعش الأرض أو أوشك على ذلك، وتناثرت بقاياه في مناطق محاصرة شرق سوريا وفي صحراء العراق. ذهبت الدولة المزعومة، لكن ما مصير داعش؟ داعش أيديولوجياً يتبنى التكفير والإرهاب، دون الأرض يبقى الفكر، وربما يصبح أكثر خطورة بحسب بعض المحللين. تصريحات المسؤولين وبعض أجهزة الاستخبارات الدولية ترى بأن خطر داعش باق رغم هزيمته. التنظيم قد يعيد بناء نفسه، والاحتمالات ثلاثة: استمرار النشاط في مناطقه السابقة مع استغلال مقاتليه الأجانب لتنفيذ عمليات إرهابية منفردة، إعادة الانتشار في مناطق جديدة، أو تغيير نمط العمل من الأساس. بعد خسائره في سوريا والعراق، رصد انتقال لمقاتلي داعش إلى الفلبين وإفريقيا. اتخذ التنظيم من جزيرة ميندناو مقراً، وفتح الباب لانضمام مقاتلين، واعتمد على تجارة وتهريب المخدرات جنوب شرق آسيا أداة أساسية للتمويل. وفي إفريقيا كشفت تقارير عن تنامي قوة التنظيم غرب القارة، لا سيما مع زيادة تقاربه مع جماعة بوكو حرام النيجيرية التي بايعت التنظيم. قد يجد داعش نفسه في نمط جديد من دون أرض تعرضه للاستهداف، بل خلايا نائمة عبر المنطقة والعالم، شبكة وليس دولة. علم طيرة، العربية.